سنوات وما كناش كنتوقعوا هذا اللعب. انا بعدا ما كنتش كنتوقع هذا اللعب ديال اليوم، يعني اللعابه داروا مجهود الله يوفقهم للقدام ان شاء الله، وتنشكرهم بزاف بزاف حيت اليوم بصح فرحوني بزاف، وهذوك غير دموع الفرحه، وكنتمنى لهم التوفيق وان شاء الله ديما مغرب. تغيير في الاخر جا زوين، تغيير عجبني صبيري في المستوى، التغيير كان في محله وكان في وقته، لا تبارك الله عليهم. نصيري كما ديما هو ديما، يعني علاش ديما من نهار عرفنا هو داير هكاك، ولكن كنحبوهم واخا هكاك ولاد بلادنا، وصح الصراحه لابسين التوني ديال المنتخب ديالنا، الله يوفقهم الله يوفقهم. ما بقيتش انا غنقول لهم حتى شي حاجه، كفنا انا كنقول لهم شكرا حيتاش فرحتونا، وشكرا على روح القتاليه اللي ولات عندكم في هذا الماتش. ما كناش كنتوقعوا انه بصح قدام بلجيكا كان عندنا تخوف، والحمد لله فرحتونا، والله يزيدهم والله ينجحهم. صراحه صدمونا اللعابه المغاربه بواحد الصدمه زوينه اللي ما كناش متوقعين كاع انها تكون 2-0، كنا متوقعين غير 0-0 ذاك التعادل السلبي، ولكن الحمد لله زاد داروا الاول زادوا الثاني، حنا فرحانين بزاف. كنشكروا المدرب وليد الركراكي، كنشكروا وليد الركراكي المدرب ديالنا، وكنشكروا اللعابه اللي لعبوا بكل ما عندهم، زياش كل شيء. تشكيله زوينه الصراحه، التشكيله هي ديك التشكيله اللي دار وليد الركراكي هي اللي خلات اللعابه يلعبوا بواحد الطريقه زوينه. طاكاو الغارديان ما عرفناش الصراحه الغياب ديال بونو السبب ديالو، ولكن حتى حميدي ولا سميتو المحمدي، حتى المحمدي مزيان صراحه، غارديان مزيان ما خلى حتى شي كره تدخل، والحمد لله حنا فرحانين. مدربنا قام بواحد تشكيله رائعه، وتغييرات جاو في نفس الوقت المناسب، والاهداف انا طلبت من الله وطلبت بقلبي الخالص هدفين لصفر، وربي حقق لنا هذا الرجاء والحمد لله. ثقتنا كبيره في الله، ثقتنا كبيره في المدرب ديالنا، وثقتنا كبيره في اللعابه ديالنا، وثقتنا كبيره في الجمهور ديالنا، وثقتنا في انفسنا. جات اكلها، اتت الاكله ديالها حيت كتشوف الصدور ديالنا، ولعبوا لعب جميل، كان لاعب في المستوى، كانوا طيله الوقت، هما سباقين الكره وهما الهدافين، رغم ان الهدف الاول اللي ما تقدرش، ولكن الصدور ديالنا وتلجت الحمد لله الحمد لله. تفرجت فيه وصراحه كنا فرحانين بزاف، واخا في الشوط الاول كان شويه ديال التخوف وكان شويه ديال الستريس، حيت شفنا اللعابه كانوا لاعبين، ولكن داك التخوف كان باين عليهم، ولكن الحمد لله الشوط الثاني حنا فرحانين بزاف ولعبوا مزيان، وما كناش متوقعين لهاد المباراه زعما تكون بهذه النتيجه 2-0، وحنا فرحانين وفخورين، وديما مغاربه ديما مغرب ديما مغرب ديما مغرب في القلب مغرب.